لو الحكاية فيها إن فيجو. قول لحضرتك بالنسبة للحادثة اللي حصلت دي أثرت عليك إزاي؟ أنت أحد سكان المنطقة هنا جنب ال أنا ابن مالك العمارة. اللي حصل إن إحنا قمنا على ريحة الدخان فطلعت من البلكونة أرمي شوية جراد المية على القهوة، فوجئت بالانفجار هز كله، كلنا كنا نايمين كلنا دربنا على بعض وبصينا لقينا نفسنا فوق بعض. العيب بقى فين بيكتمل؟ في ان كل قهوة جواها 15 قنبلة موقوتة، جواها 15 أنبوبة بمعنى أصح. ليه؟ عشان يخاف لحسن الأنبوبة تخلص يبقى ما يلاقيش ايه؟ ما يلاقيش ايه؟ البديل. بديل. فبالتالي هو لازم يبقى عنده واحد واثنين وثلاثة وعشرة، يعني كل يعني المجلس المحلي او المحافظة لو تنزل مثلا تدور في الاول تبص على القهاوي ان لازم كل واحد اقل حاجة يبقى عنده السبنة بس يكون بعيد عن موقد النار. طب انت دلوقتي ساكن فوق، يعني الدار اللي ليك ايه؟ تعالى حضرتك افرجك فوق، تعالى افرجك. محمد احنا مش عاوزين تعويض الا من الله عز وجل، لكن ما ينفعش الاهمال. اولا محافظ الجيزه موقف رخص القهاوي بقى له اكتر من 15 سنه، ما اعرفش ليه القهاوي بتكتر. ليه صور شقه محمد؟ ليه بتكتر يعني؟ حرام. شقه محمد السقف وقع على فكره، السقف وقع تحت. والله صورتنا محمد؟ لا مش قاعد يفتح. لا يفتح بيته عشان يشوفه. لا السقف وقع بتاعه. بشتغل مخرج دراما وعضو كابتن مان السينمائيه شعبة الفراس. زي ما احنا شايفين المشكله ان القهوه دي بتاعت والدي وانا بعتز بوالدي وبعتز بالقهوه، يعني دي اكتر حاجه في الدنيا فادتني ويمكن هي سبب ان انا اتعلم كويس واشتغل شغلانه كويسه وابقى زميل لحضرتك ولغيرك. اللي حصل ان حسب ما انا عرفت يعني الموضوع ده حصل الساعه 9:30 الصبح بالظبط، ان الانبوبه خلصت. في شخص في القهوه هو المفروض فني بيشتغل تبع الدفاع المدني وغير الانبوبه، بس الانبوبه كانت نفسها بتنفس وده يثبته البحث الجنائي ان الانبوبه بتنفس، فبناء عليه حصل ان القهوه انفجرت واثرت على سكان العماره. فاحنا ان شاء الله هننتظر تقرير البحث الجنائي ونتمنى من ربنا، الحمد لله انه ما عندناش اصابات وما عندناش وفيات وكل اللي احنا شايفينه خسائر ماديه تقدر تتعوض. اظن المحل ده او القهوه دي كان مصدر رزق الوحيد ليكم. يعني المفروض ان القهوه هي مصدر من اهم مصادر الرزق في البيت، وقدرت تربي مخرج وتربي سوبرفايزر في مسرح الاتصالات وتربي خريجه ألسن وشغاله في فودافون يو كي، ولكن زي ما انت شايف كده يعني الحمد لله. الحمد لله ان مفيش الحادث يوصل الانبوبه. مين هو صاحب القهوه نفسه؟ راحت مولعه، راحت لقطه في الانابيب كلها، هذا اللي حصل كله. طب انتم ما تشبهوش باي حد ان هو عمل لا لا لا, لا 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 يا عم، مش ولا حد ولا سبت. مفيش اي كلام. هي الانبوبه ايه والفرقعه؟ مفيش اي كلام. ولا حد ولا سبت. صاحب القهوه قاعد اهو اساله. طب هو حد صاب؟ لا اهو هو بيندهلك اهو. من غير صور بعد اذنك من غير صور. تفاصيل الحادث ده. والله احنا كنا نايمين وعلى الساعه 8 9 كده سمعنا صوت انفجار قوي جدا ضرب عندنا ازاز البيت كله وقع، وزي ما انت شايف حضرتك كده المنظر ده. هنا كان في 3 بيبان للمحلات دي، وهنا كان في سقف خرساني معمول بطبقه من الحديد زي ما انت شايف كده، والقهوه دي كان فيها 6 انابيب انفجرت منهم انبوبه زي كده وسببت الضرر اللي انت شايفه ده كله. ده بالنسبه للبيت، احنا البيت المجاور للمحل اللي حصل فيه الانفجار زي ما انت شايف كده، وهنا في الفجوه دي بتاعت المحل. تعالى نخش الصف. ده البيت المجاور للمحل المفتوح كاف شوب اللي حصل فيه الانفجار ذات نفسه. زي ما انت شايف كده حضرتك، هنا كانت النصبه اللي كان بيعمل عليها الشاي والحاجه
القهوه كده بالطول اهي. ده اساس الانفجار اللي حصل. طب هل في اصابات حصلت؟ لا لا اصابات خالص. ايه الانبوبة؟ انبوبة كبيرة صغيرة؟ ايه اللي حصل؟ انبوبة كبيرة بيغيروها تقريبا ان هم بيجربوها جوه يا جماعة، حتى تحت التليفونات الولع فملحقوش يطفوها، الولع مسكت فيها. فين الحاج يا ابني؟ الحاج فين؟ الحاج فين؟ مسكت فين الحاج؟ مفيش حاجة؟ مفيش حاجة. في